النهارده الجو كان حر جدا، حتى كلمة حر جدا دي مش الكلمة المناسبة. النهارده الجو كان نار في الشوارع وفي البيوت، درجة الحرارة تخطت 40، كانت يمكن 43 درجة مئوية. الصيف السنة دي يعني بيوصف بأنه من أسخن المواسم، أو الطقس غريب شوية. هل ده له علاقة بالاحتباس الحراري؟ هل له يعني عايزين تفسير لده. لكن النهارده فعلا كانت الشوارع اللي هي كانت مفترض تكون زحمه ما كانتش زحمه بالشكل العادي او الاعتيادي، خاصه يعني في اوقات الذروه الظهريه كده من الساعه 12 للساعه 2 او 3، خاصه في وسط القاهره. معايا الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هل الموجة دي كانت متوقعة، موجة الحرارة الشديدة؟ متوقعة طبعا يا فندم، احنا رصدين هذه الموجة شديدة الحرارة قبل حدوثها بحوالي أكثر من 4 5 أيام، ونوهنا في مخرجاتنا اليومية. احنا طبعا بمخرجات الهيئه العامه للارصاد الجويه تنبؤات لمده 6 أيام قادمه. فطبعا احنا مع امتداد منخفض الهند الموسمي اللي اثر على الجزيره العربيه، وكان من المتوقع ان يمتد تاثيره الى شرق وجنوب اوروبا ثم يصل الى جمهوريه مصر العربيه، بارتفاع ملحوظ في درجات الحراره ونسب الرطوبه زي ما احنا شايفين خلال هذه الموجه شديده الحراره. طبعا بالفعل درجات الحراره اعلى من المعدلات بحوالي من 4 إلى 7 درجات مئويه، وفقا للتقرير اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه لما قارنا صيف 2021 بصيف خلال ال5 سنين اللي فاتوا. وقلنا بالفعل هذا العام حتى الان يعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات بالقيم اللي ذكرتها لحضرتك اللي بتصل بالفعل الى 7 درجات مئويه في بعض المحافظات وعلى راسهم العاصمه القاهره، بالاضافه طبعا لارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز 90% على سواحلنا الشماليه واكثر من 85% على القاهره. وتزامن طبعا مع هذا الارتفاع في درجه الحراره ونسب الرطوبه هدوء في سرعات الرياح. طبعا هدوء سرعات الرياح بيخلي الموضوع أسوأ شويه لانه بيزود احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. ايضا احنا بنشوف كلنا خلال هذه الفتره وبنسمع عن الفصل المداري والسحب الممطره بغزاره على اثيوبيا وعلى السودان. هذه الامطار بالفعل امتد تاثيرها الى الحدود المصريه الجنوبيه على حلايب وشلاتين والمجرى الملاحي. هذه المناطق بالفعل تعرضت خلال هذه الايام وحتى السبت القادم الى سحب رعديه وامطار من خفيفه الى متوسطه. بس هل متوقع ان الامطار دي ممكن يعني تسقط في حتى على الاقل على السواحل الشماليه؟ يعني لا يا فندم، هي الفصل المداري ده موجود في شمال السودان فتاثيره على الحدود المصريه فقط الجنوبيه، فقط الحدود مش الحدود الشماليه، لانه يعني في المدن او في البلدان الاوروبيه في فصل الصيف يعني في معظمها بيكون فصل سقوط الامطار او تساقط الامطار. يعني فصل الصيف بالنسبه لاوروبا بيكون في شرق وجنوب اوروبا بيكون الطقس الى حد كبير معتدل، ولكن هذه الموجه شديده الحراره رفعت درجات الحراره في هذه المناطق الى اكثر من 45 درجه مئويه. صحيح. وتسببت في حريق غابات زي ما شفنا وسمعنا في وكالات الانباء خاصه في تركيا. انا كنت من اسبوعين تقريبا كنت في روسيا، في جنوب روسيا، وكان درجه الحراره وصلت 38 درجه مئويه. بالفعل يا فندم، الجزء الشرقي من نصف الكرة الشمالي بالفعل متأثر بشكل كبير بهذا المنخفض القوي الضخم، منخفض الهند الموسمي، بالإضافة للمنخفضات المتعمقة اللي ما كانت موجودة بالفعل في روسيا، والمنخفضات اللي شفناها في بداية فصل الصيف في شهر 7 في ألمانيا وفي أمريكا الجنوبية. طبعا التغيرات المناخية مأثرة على العالم كله بشكل كبير، ولكن الحمد لله احنا ربنا حبينا وحمينا وهدينا بالبحر المتوسط والبحر الأحمر اللي بيقللوا دايما من وطأة الظواهر الجوية الجامحة اللي بتشهدها العالم كله. طب التوقعات بتقول ايه يا دكتور محمود عن الأيام اللي جاية، بكرة وبعده وبعده؟ وطبعا وفقا لمخرجات الهيئه العامه للارصاد الجويه احنا قايلين ان هذه الموجه شديده الحراره من المتوقع انها تستمر معانا حتى نهايه الاسبوع وبدايات كمان الاسبوع القادم،
بالفعل في انخفاض طفيف في درجة الحرارة من يوم الحد بحوالي من درجة إلى 3 درجات، ولكن هيستمر الطقس شديد الحرارة ورطب على أغلب محافظات شمال البلاد. إن شاء الله اعتبارا من النص الثاني في شهر أغسطس هتبدأ درجات الحرارة تدريجيا تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد.